يعني لو بشوف أي شغلة من فلسطين جاية بحسها كبيرة، بحسها كثير كبيرة يعني، مش شوي صغيرة. فلسطين في دمي في عروقي ماشي، وإحنا يعني لحد الآن برضو بنحاول إيش نرجع. إحنا دائما بنتصل في أحمد وبنقول يا حبيبي أحمد اهتم لنا في الموضوع، هذا ترويحة. حتى لو أجت كل الناس قالوا لك أبوك بتريح في عمان وعنده بيت وعنده سيارة وإشي، لا تقتنع في الكلام هذا. يعمل كل جهدك إنه إحنا نروح. إحنا هناك لو عملنا لنا غرفتين واشترينا لنا كم عنزة حتى وعشنا معهن هناك، بنعيش مطمئنين ومتريحين مبسوطين. حاول قدر استطاعتك. الشغلة قلنا له حتى لو مكلفة، بتكلف 1000-4000-5000 ليرة، أنا جاح أنا بدفع. المهم إيش؟ إنه إحنا لا تنام على الموضوع.